زعيم اعتزل، يعني حضرتك وجه له كده. اتمنى له يا رب كل خير وسعاده، وهو ادى للفن كتير جدا، من حقه ان هو يبقى عنده صراحه محارب. بنرحب بالفنان محمد رياض. النهارده الدوره مهرجان لوكسور عمل اهداء للفنان الراحل طارق عبد العزيز، فهل في مهرجان القمه المسرح الدوره الجايه هيبقى في حاجه للفنان طارق عبد العزيز؟ اكيد طبعا، والاستاذ اشرف عبد الغفور. استاذ طارق عبد العزيز ده كان صديق عمري، ما كانش بس عضو لجنه عليا في المهرجان، لكن كان صديق عمري واخويا ومن اعز الناس ليا. ان شاء الله هتبقى في حاجات بالنسبه له وبالنسبه للاستاذ اشرف عبد الغفور، لان الفنان الكبير العظيم هو كان رئيس لجنه التحكيم في الدوره اللي فاتت، دوره 16. ان شاء الله. زعيم اعتزل، يعني حضرتك وجه له كده. اوجه له طبعا، اتمنى له يا رب كل خير وسعاده وصحه، وهو ادى للفن كتير جدا، ادى عمره كله للفن، من حقه ان هو يبقى عنده صراحه محارب، يستمتع كده بالجو العائلي وانه قاعد. فطبعا يعني اتمنى له كل الخير يا رب. مين هيبقى المكرمين من الفنانين اللي... لسه 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 بدري. طبعا مهم قوي كان النهارده الندوه بتاعه مناقشه المسرحيات اللي فازت في مسابقه العمل التاليف المسرحي للعمل الاول، مسابقه ابو العيله السلموني في المهرجان القومي للمسرح المصري. فطبعا يعني انا اولا عايز اشكر وزاره الثقافه، واشكر معالي وزير الثقافه الاستاذ دكتور نبيل الكيلاني على تحمسها لهذه المسابقه. يعني الحقيقه اول ما عرضت عليها المسابقه دي رحبت جدا، وهي اللي حتى ان كان في الاول ما كانش في جوائز ماليه لهذه المسابقه، لكن هي اللي اصرت ان يبقى في جوائز ماليه. انا كان مهم قوي المهرجان الحقيقه انه يقدم كتاب جداد للحركه المسرحيه. احنا كنا بندور على الكتاب في الجمهوريه كلها، في انحاء مصر كلها، ما كناش عايزين نعرفهم هم فين. فالحمد لله اتقدم لنا حوالي 167 نص مسرحي، اخترنا ثلاثة منهم. طبعا بشكر لجنة التحكيم، لان لجنة التحكيم عملت مجهود كبير جدا عشان تقدر تختار ثلاث نصوص فازوا. والحمد لله احنا طبعنا هذه المسرحيات ونزلت خلاص للمكتبة. وكمان الهيئة العامة للكتاب دكتور احمد بهي الدين تحمس جدا وطبعنا. والنهارده كانت الندوه مهمه قوي، وكان فيها حضور كبير جدا. يعني الحمد لله كمان ما توقعتش كم الحضور ده. ناقشنا المسابقه وازاي تطويرها كمان السنه الجايه، وبنحتفل بالكتاب الجداد، يا رب ان شاء الله يبقوا اضافه كبيره. لا هم ثلاثه برضو، هو بس العدد اللي بيجي كبير جدا. في مقترحات كمان طلعنا بيها من الندوه، ناس اقترحوا في انه ان هذه الاعمال تنتج، او انه يبقى في تحفيز اي فرقه من الفرق، سواء كانت البيت فن المسرح او سور الثقافه او الهواء او الجامعات، اللي هينتج عرض من النص من النصوص اللي فايزه ممكن يدخل المسابقه ان شاء الله. والله لسه يعني احنا لسه بنفكر، لكن ان شاء الله هتبقى يعني دوره برده مميزه جدا. احنا بنشتغل من دلوقتي مع اللجنه العليا، وان شاء الله ومع مدير المهرجان الاستاذ ياسر صادق، لسه بنفكر في الاستراتيجيه اللي جايه بتاعه الدوره ال 17. ان شاء الله هتبقى دوره سيده المسرح العربي سميحه ايوب، وان شاء الله هتبقى دوره مهمه جدا جدا ان شاء الله. انا طبعا مش مخول ان اتكلم عن مسرح قومي، المسرح القومي ده ليه رؤساء وليه مديرين وليه رئيس بيت فني للمسرح، انا مش تبع ده، انا رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وليس المهرجان المسرح القومي. شكرا يا جماعه، شكرا.